بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه بعد. اليوم نحكي قصة ذكرها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، وذكرها أيضا ابن تغري بردي في نجوم الزاهرة، وذكرها أيضا ابن خلكان في وفيات الأعيان، وفي غيرها من كتب التاريخ وكتب الرجال، بين ابن شنبوذ أو ابن شنبوذ المقرئ وبين ابن مقلة الخطاط الوزير وما بينهما من دعوة المظلوم. فإن شاء الله عز وجل كونوا معنا وإلى هذه القصة التي فيها عظات وعبر. كل هذه القصة أيها الكرام الفضلاء حدثت في العصر العباسي، وابن شنبوذ أو ابن شنبوذ هكذا ضبطها من ضبطها كما ذكرت في الكتب والمراجع التي ذكرت لكم آنفا بفتح الشين المثلثة وفتح النون الموحدة الفوقانية مع التثقيل والتخفيف، شنبوذ أو شنبوذ شنبوذ. وهو مات سنة 328. ابن النديم في كتاب الفهرست يقول: هذا الرجل كان مقرئا للقرآن، وكان له رحلة في الطلب، وكان أيضا فيه حمق، وهو في نفس العهد الذي كان مع أبي بكر ابن مجاهد القارئ المقرئ المفسر، وكان بينهما جفوة، ولذلك إن أتاه أحد يريد أن يقرأ عليه فيسأله: هل أنت قرأت على ابن مجاهد؟ إذا قال له نعم لم يقرئه، وهذا ما يحدث بين حسد الأقران. ابن شنبوذ أو ابن شنبوذ هاجر في الرحلة، ذهب إلى البصرة إلى الكوفة إلى مصر إلى الحجاز إلى غير ذلك، وطبعا هو بغدادي رحمه الله. أبو الحسن محمد ابن أحمد ابن أيوب ابن الصلت ابن شنبوذ أو ابن شنبوذ، وقيل هو مات في عشر الثمانين أو في عشر الثمانين في عشر الثمانين، يعني نيف وعمر. وكان مع رحلته كان يقرأ على قراءة ابن مسعود، ويقرأ على قراءة أبي، ويقرأ بالحرف الشاذ. نحن نعلم أيها الكرام الفضلاء أن القراءة عشر، ومع الأربع الشاذة تصبح 14. والقراءة الشاذة أيها الكرام الفضلاء لا يقرأ بها، بل أجمع أهل العلم كما نقل ذلك القاضي عياض في الشفاء، وذكر أيضا النووي عنه في التبيان في أدب حملة القرآن، أن من فعل ذلك عامدا عياذا بالله يكفر. والإمام ابن الجزري رحمه الله في طيبة النشر قد وضح أنه لا يقرأ بالقراءة الشاذة، والقراءة الشاذة هي التي لا تكون بين دفتي المصحف، وليس عليها الإجماع، وليست بالحرف العربي. إذا في صفة من هذه الصفات فيها تصبح قراءة شاذة، نستفيد منها في التفسير، وهناك رسائل في الماجستير والدكتوراه عن الاستفادة من القراءات الشاذة في التفسير، لكن ما يقرأ بها في المحاريب. فأبو الحسن ابن شنبوذ رحمه الله رحمة واسعة، لما هاجر في الرحلة والطلب، وهو أيضا قرأ على قنبل عن ابن كثير لما أتى إلى مكة، فكان يقرأ في المحراب بالقراءات الشاذة، فأدى ذلك لفتنة عظيمة في بغداد، فاجتمع له العلماء وجعلوا له مجلس محاكمة. كان في ذلك الوقت الوزير ابن مقلة، هنا الشاهد. وابن مقلة سبحان الله هذا أيها الكرام الفضلاء هو الذي ينسب له خط الثلث، كان خطاطا بارعا. ابن شنبوذ فتح له في علم القراءات، ابن مقلة فتح له في الخط، وكان يحب الوزارة حتى أدى به إلى هلكته في هذا الباب، حبه للوزارة وأيضا
وحبه للتصدر إلى غير إلى غير ذلك. وابن مقلة هذا هو أبو علي محمد بن علي بن الحسين بن مقلة الشيرازي، هو ولد في 72 و200 من الهجرة، ومات في 28 و300، يعني عاش كم؟ 8 من 2 6 و12 من 7 5، عاش 56 سنة. هو خطاط، وأيضا كان وزير في عهد العباسيين، وكاتب وشاعر، ومن أشهر الخطاطين في العصر العباسي، وقيل هو أول من وضع أسس الخط العربي، وأيضا قيل أنه أيضا هو الذي ابتكر خط الثلث، ولكن سبحان الله لم يبقى من أعماله شيء، وظل في الوزارة متنقلا مع 3 من الخلفاء لقرابة ممكن 28 سنة، وتولى الوزارة للمقتدر بالله عام 316 من الهجرة، وبعد النقم عليه ونفاه إلى بلاد فارس في عام 318 من الهجرة. فلما انتشر أمر ابن شنبوذ أو شنبوذ في قراءته بالشاذ، فكان في ذلك الوقت ابن مقلة كان وزيرا في عهد الرضي بالله، فالعلماء شكوه إلى الخليفة فجعل له مجلسا.